الفين دايجرام قلنا هو عبارة عن شكل، أو نقدر نقول هو عبارة عن فالتمثيل رسومي، يعني يكون جرافيكال، نقدر من خلاله نمثل أو نفهم المجموعات وعلاقتها وياما ويا سامبل سبيس. زين، بالنسبة للفين دايجرام السامبل سبيس راح يتمثل على شكل المربع، وبالنسبة للإيفنت راح تكون عبارة عن دوائر داخل هذا المربع باعتباره هي جزء من عنده. يعني مثلا لو نجي ناخذ هذا الشكل، هذا الشكل هنا، هسه نلاحظ بالنسبة للأي، الأي ايش راح تمثل؟ ان هي هاي الدائرة الممتلئة اللي هي الخضراء، هاي الدائرة الممتلئة اللي هي الخضراء تمثل لي المجموعة اي فقط. اذا اردنا ناخذ الأي داش هي كل العناصر ما عدا عناصر مجموعة اي، لهذا شنو راح ناخذ؟ راح ناخذ كل هاي العناصر الموجودة هنا ما عدا مجموعة اي. زين، بالنسبة للبي، البي هي هاي الدائرة خضراء، اذا البي داش راح تكون هاي المساحة الخضراء كلها هي بي داش. ليش؟ لان هي البي داش هي كل العناصر ما عدا عناصر المجموعة. زين، هسه لو نجي نريد ناخذ لو نريد ناخذ الاتحاد بين مجموعتين، هسه احنا عندنا وين المجموعة اي؟ هاي المجموعة، وين المجموعة بي؟ هاي المجموعة. نريد يعني نسوي لهم اتحاد، الاتحاد قلنا شنو معناه؟ معناتها المجموعتين كل العناصر مالتهم راح نمثلها شنو؟ مجموعة واحدة. لهذا هذا هو شكل الاتحاد. زين، التقاطع شنو؟ التقاطع هو العناصر المشتركة بين المجموعتين. إذا تلاحظون هسه المجموعتين وين المنطقة بالرسم اللي تكون مشتركة بيناتهم، يعني بين الحدثين، يعني المنطقة هاي هي تكون المشتركة بيناتهم. فإذا العناصر هنا راح تكون هي العناصر المشتركة، إذا هاي شو تمثل لنا؟ تمثل لنا الأي تقاطع بي. زين، هسه لو قلنا الأي تقاطع البي داش، نجي الأي شو تمثل؟ تمثل هاي الدائرة الخضراء. زين، البي داش وين احنا؟ البي داش قلنا هي هاي كل العناصر هاي الموجودة هنا ما عدا هاي الدائرة. زين، زين، بالنسبة للتقاطع بيناتهم احنا شنو نريد؟ نريد العناصر المشتركة فقط. زين، العناصر المشتركة هسه انتبهوا لي، هنا هذا يعني اللون الأخضر ويا هاي اللون الأخضر، شنو الشيء المشترك بيناتهم؟ الشيء المشترك بيناتهم هي فقط هذا الجزء من الدائرة، فقط هذا الجزء هو مشترك بين هاي وهنا، هذا فقط هو المشترك والباقي غير مشترك. ليش؟ لأن هنا هاي المساحة، هنا هاي المساحة اصلا هي مو ضمن البي داش، هي ضمن البي، لهذا ما راح ناخذها. زين، هسه هاي عندنا الاي راحت من عندها هاي المساحة لان مو مشتركة، شو بقت عندنا؟ بقت عندنا فقط هاي المنطقة. زين، فهاي المنطقة ذات تلاحظون هي موجودة كذلك بالبي داش. اذا من نلاحظ من خلال هذا الشيء انه شنو؟ انه هاي المنطقة فقط هي اللي تطلع تكون الاي تقاطع البي داش. زين، هسه نريد الاي داش تقاطع بي. الاي داش تقاطع بي ايش راح يكون؟ نجي للاي داش، الاي داش هي وين؟ هي هاي العناصر الموجودة هنا. زين، تقاطع البي، البي وين؟ هي فقط هاي المنطقة الموجودة هنا. اذا شنو الشيء المشترك بين هاي المنطقة وهاي المنطقة؟ يعني هاي المنطقة الخضراء وهاي المنطقة الخضراء الموجودة هنا، هي فقط هاي المساحة اللي هنا، المنطقة المشتركة هي فقط هاي المساحة اللي هنا، فقط هاي المساحة واللي هي موضحة بهذا الشكل. زين، هسه إذا عندنا طبعا هنا البقية شنو عندنا؟ البقية هنا عندنا تمثل لنا العلاقات مال الدي مورغان لا، راح نوضح واحدة من عندهن والباقي يعني نفس الشيء. نجي هسه ايش عندنا؟ عندنا الاي اتحاد تقاطع بي داش تتحد مع الاي داش تقاطع بي. هسه الاي تقاطع بي داش، وين الاي تقاطع بي داش؟ هذا الرسم. تتحد مع الاي داش تقاطع بي، وين؟ هذا الرسم. احنا ايش قلنا؟ الاتحاد هو كل العناصر تكون، يعني ناخذ هاي العناصر الموجودة هنا نخليها تتحد مع العناصر الموجودة هنا، فمن نتحد هاي المجموعتين سوية ايش راح يكون الناتج من عندنا؟ هو هذا الشكل.
ليش؟ لأنه راح نسوي اتحاد للمجموعتين سوية. بالنسبة لباقي الأشكال هي نفس الفكرة، أنه نأخذ العناصر المشتركة إذا كان عندنا تقاطع، ونأخذ العناصر الغير مشتركة إذا كان عندنا شنو اتحاد. نأخذ مثلا بعد مثال عندنا هذا أي داش تقاطع البي داش. عندنا الأي داش هي هاي وعندنا البي داش هي ها. زين، شنو التقاطع بين هاي المجموعتين؟ شنو اللي تقاطع؟ تقاطع قلنا العناصر المشتركة. هسه نجي هاي المساحة منا لهنا موجود بها هاي الدائرة. زين، نجي لهاي المساحة شنو مقابلها؟ شنو الأشياء اللي تكون موجودة؟ يعني راح تكون عندنا هاي الدائرة اللي هي تمثلنا شنو قلنا المساحة اللي يعني الغير مشمولة. شنو راح يبقى عندنا؟ راح يبقى عندنا هاي هي فقط هاي العناصر المشتركة. إذا هسه بنريد العناصر المشتركة مثلا هنا، شو راح يكون عندنا؟ راح كأنما هذا الفقر نخليه فوق هذا الفقر، يعني نطبقه فوقه ونجي ناخذ الأشياء المشتركة. من نطبقه فوقه راح نلاحظ إنه هنا هاي يعني مثل أشبه بالفراغ، وهنا موجودة إذا ما مشترك بيناتهم شيء. هنا راح يكون عندنا أشبه بالفراغ وهنا موجودة ضمن المساحة، يعني إذا ما يتقاطعون فراح تكون هاي الفراغ مثل ما هو موضح. بالنسبة لهاي المساحة اللي خارجية، خارج هاي الدائرة هنا وخارج هاي الدائرة هي المساحة المشتركة، إذا ناخذها فيكون هذا هو عبارة عن الأي داش تقاطع البي داش. زين، بالنسبة لو كان عندنا مثلا أكثر من مجموعة، هنا عندنا الأي تقاطع البي. الأي تقاطع البي هنا، الأي تقاطع البي يا حمثل يا منطقة ويا منطقة، هي الأي الواحد والثنين. هسا هون عندنا منطقة أي، ها هي منطقة العفو بي، وهاي منطقة أي. بشنو يتقاطعون؟ هاي المساحة اللي جاي يتقاطعون بيناته، شنو الموجود بيهن؟ موجود واحد واثنين. زين، لو نجي هسا ناخذ البي تقاطع السي. البي تقاطع السي، هاي عندنا البي وهاي عندنا السي، شنو المساحة اللي جاي يشتركون بيناته؟ هي هاي المساحة. إذا شنو موجود بيها هاي؟ هي واحد وثلاثة. لو نجي ناخذ بعد مثلا الأي تتحد مع السي، وين هالأي؟ هاي الأي، شنو موجود بيها؟ موجود بيها هاي العناصر، راح تتحد مع السي، فيا منطقة راح تطلع عندنا؟ راح تطلع عندنا سبعة اثنين واحد أربعة ثلاثة خمسة وهكذا. فهو شنو هو؟ مجرد راح نرسم يعني المجموعات، وإذا طلب من عندنا تقاطع نجد العناصر المشتركة، وإذا طلب من عندنا اتحاد نجد العناصر غير المشتركة. هذا الرسم الثاني. هذا الرسم الثاني هنا يوضح لنا المجموعات.